الرحيم. أنا اسمي شريف دكي أبكر، طالب في طنجة، سنة الثالثة غنس القانون في طنجة. بالنسبة لمشاركتنا في اليوم، الحمد لله مشاركة جميلة ونستفيد كثير من هذه المشاركة. الحمد لله هذا مشاركتنا في هذا الجامعة، الحمد لله من بالنسبة لي في شرف الأفريقيا، بالنسبة لطلب الأفريقيا يجوا هنا في المغرب ويستفيدوا كثير من هذا المشاركة. لكن الحمد لله هذا بالنسبة للمغربيين وكل أفريقيين كن يقرأ في المغرب، وإن شاء الله نشكركم من هذا. أميمة الكفيف، طالبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة. مبادرة جد غنية ومتنوعة، برنامج متنوع وغني. أشكر كل من الوزارة وجامعة محمد الأول لمنحي الفرصة للمشاركة في هذا الحدث، وشكرا.